مرحبا بكم مشاهدينا في هذا البث المباشر، حيث سننتقل إلى مجلس الوزراء لنقل بيان مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها لمناقشة العدوان الإسرائيلي الوحشي فجر اليوم. مشاهدينا، سنكون فورا مع زميلي كريم الشيباني الموجود في مبنى مجلس الوزراء للحديث حول هذا الموضوع. كريم، مرحبا بك اليسار، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء والذي يناقش فيها الاعتداء الإسرائيلي الجبان الذي يبين مدى الارتباط العضويا بين المجموعات التكفيرية وبين الكيان الاحتلال الإسرائيلي. ننتقل الآن إلى السيد عمران الزعبي وزير الإعلام والذي يتلو البيان الصحفي. كما تعلمون عقدت الحكومة اجتماعا طارئا وصدر عنها بيان سأتلوه عليكم الآن، ثم نجيب على أسئلتكم إذا كان هناك أسئلة. بيان حكومة الجمهورية العربية السورية حول العدوان الإسرائيلي فجر الأحد 5/5/2013. ارتكب العدو الإسرائيلي فجر يوم الأحد 5/5/2013 عدوانا سافرا ضد الجمهورية العربية السورية مستخدما الصواريخ لقصف منشآت عسكرية في خرق فاضح لجميع قواعد القانون الدولي، ضاربا عرض الحائط بكل الالتزامات ذات الصلة. إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذا العدوان يفتح الباب واسعا أمام جميع الاحتمالات، وخاصة أنه يكشف بما لا يدع مجالا للشك حجم الارتباط العضوي بين مكونات الحرب على سوريا بأدواتها الإرهابية التكفيرية والصهيونية. لقد أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية منذ وقت طويل على هذا الترابط في الهدف والأدوات والوسائل بين الفكر التكفيري والصهيونية وعصابات الإرهاب وجبهة النصرة ذراع القاعدة في سوريا، وقدمت على ذلك الكثير من الأدلة والوقائع، والتي أضيف إليها هذا العدوان الذي جاء في الوقت الذي تحقق فيه قواتنا الباسلة مدعومة من شعبنا مزيدا من الإنجازات في محاربة الإرهاب والإرهابيين القادمين من مختلف دول العالم والذين تمولهم كيانات الذل العربي والهوان. لقد برهنت إسرائيل بهذا العدوان عن ارتباطها بالجماعات الإرهابية التكفيرية، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن تعقيدات ما يجري في المنطقة بعد هذا العدوان باتت أكثر خطورة، وعلى الدول الداعمة لإسرائيل أن تعي جيدا أن شعبنا ودولتنا لا تقبل الهوان، وأن إسرائيل وعملائها في المنطقة لا تستطيع الانفراد والعبث بالأمن الإقليمي ومستقبل الشعوب. إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على أهمية مواصلات إنجازات جيشها في مكافحة أدوات إسرائيل في الداخل، وأنه يكون دائما من حقها بل من واجبها حماية الوطن والدولة والشعب من أي اعتداء داخلي أو خارجي بكل الطرق والوسائل والإمكانيات المتاحة. عاشت سوريا! المجد لقواتنا المسلحة! الرحمة للشهداء! انتهى البيان. تفضل.
نضال حميدة التلفزيون الجديد. معالي الوزير، هل فعلا كما ذكرت المحطة القناة العاشرة الإسرائيلية أن الطائرة الإسرائيلية تم استهدافها وقد سقطت وتم إلقاء القبض على الطيارين الإسرائيليين؟ ليس لدينا أي أدلة حول ذلك، لا زالت التحقيقات جارية وتقوم الجهات العسكرية المختصة بمتابعة تفاصيل وملف العدوان الإسرائيلي فجر هذا اليوم. سيادة الوزير، باسل معلم من جريدة الثورة السورية. سيادة الوزير، الشارع السوري يعيش حالة إحباط بعد كسر التعديات الإسرائيلية وتدخل السافر في الجمهورية العربية السورية في الوقت الذي تعاني فيه من الأزمة. هناك محللون يروا بأن عدم الرد السوري بالاتفاق أو بالتنسيق مع الحلفاء سيؤدي مستقبلا إلى مزيد من هذه التعديات ومزيد من استنزاف للوطن وقدرات الوطن، فما هو ردكم على هذا الموضوع؟ أولا هذا سؤال هام جدا. نحن جميعا في المحصلة مواطنين سوريين، ونحن جميعا في حالة غضب، ونحن جميعا أساءنا هذا العدوان. لكن هذا العدوان أولا بذاته ليس جديدا، ثانيا هذا العدوان يمارس على الأرض يوميا من قبل المجموعات الإرهابية التكفيرية في الداخل، وعندما نتحدث عن حجم الارتباط يصبح النقاش في طبيعة هذا الارتباط ومضامينه وأدواته وأساليبه نقاشا يعني غير منطقي. كل شيء بات واضحا ساطعا. لماذا الآن في هذا التوقيت؟ لماذا هذا الأسلوب؟ لماذا فتح الحدود؟ لماذا استقبال جرحى المجموعات الإرهابية؟ لماذا الأسلحة الإسرائيلية؟ لماذا الصواريخ الإسرائيلية في يد هؤلاء المسلحين، هؤلاء التكفيريين، هذه المجموعات الإرهابية، جبهة النصرة وغيرها؟ كل هذه الأسئلة مطروحة، ليست أسئلة وليدة العدوان صباح اليوم. في كل الأحوال وبكل بساطة وبكل شجاعة، سوريا دولة لا تهن ولا تقبل الهوان ولا تقبل المس بسيادتها ولا بأمنها الوطني، لا في الداخل ولا في الخارج. وعلى من يفعل ما يمس هذه السيادة أن يدرس خياراته جيدا وأن يتحمل مسؤولياته كاملة. أسئلة أخرى، تفضل. هدى العبود، قناة العهد الفضائية. معالي الوزير، الجميع يعلم أن سوريا تدفع ثمن ارتباطها بإيران وبالمقاومة الإسلامية التي حررت الجنوب اللبناني. معالي الوزير، إلى متى ستبقى سوريا تدفع هذا الثمن الغالي؟ وهل هناك أفق في الأفق ما يدل على أن اتفاقية الدفاع المشترك بيننا وبين إيران ستفعل؟ وهل أنتم كما يقولون تنتظرون اجتماع أوباما وبوتين؟ أولا الخيارات الكبرى لها أثمان كبرى. الخيارات الوطنية تحتاج إلى تضحيات وطنية، الخيارات القومية تحتاج إلى تضحيات تعادل هذه الخيارات. لم نكن ولن نكون يوما نادمين أو آسفين على خياراتنا الوطنية والقومية وفي مقدمتها خيار المقاومة. والرهان أساسا منذ سنوات وعقود لكي تتخلى سوريا عن خياراتها وفي مقدمتها خيار المقاومة. لا اليوم ولا غدا ولا في أي وقت، لا في اليقظة ولا في المنام، ستتخلى سوريا عن خيار المقاومة وعن كل الذين يختارون هذا الخيار، بغض النظر من هم الذين يختاروا خيار المقاومة، وهم الأكثرية في الأمة العربية والأمة الإسلامية. بقية المسائل التقنية وتفاصيل الاتفاقيات وإلى آخره، أعتقد أن الالتزام بخيار المقاومة أكبر من الحديث عن تفاصيل والمعاهدات والاتفاقات. هل من أسئلة أخرى؟ نحن في الأساس كل جهد دولي
كل عمل دولي، كل مبادرة إيجابية منذ بداية العدوان على سوريا كنا نتوقف عندها ونناقشها جيدا ومن زاوية المصالح الوطنية العليا. لكن الأصل والتعويل هو على قواتنا المسلحة وعلى شعبنا وعلى إمكانياتنا الذاتية في مواجهة العناصر الإرهابية، ولا سيما العناصر الإرهابية التي جاءت من الخارج. كل المقاتلين الإرهابيين التكفيريين من عناصر القاعدة وجبهة النصرة الذين جاءوا إلى سوريا من الخارج، وكلنا بتنا نعلم في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى حجمهم وأعدادهم ومستوى تسليحهم ومن يقف وراءهم ومن يمولهم ومن يدفع لهم ومن يقدم لهم الدعم اللوجستي والاستخباراتي وأجهزة الاتصالات وإلى آخره. كل هذا يعني اليوم لم يعد فيما يحدث سر، ما في شيء تحت الطاولة، كل ما يحدث الآن هو فوق الطاولة. عندما يتحدث الأمريكي عن دعم غير فتاك، يعني عندما يتحدث عن دعم تقني، الدعم التقني في المحصلة يعني أنه يزودهم بأجهزة اتصالات وتقنيات عالية في هذا المجال لكي يحددوا مواقع ثم يطلقوا نيرانهم وصواريخهم على هذه المواقع، ويزعم الأمريكي أنها غير فتاك. هذه واحدة من مهازل هذا القرن في بداياته، هذه مهزلة. عندما يزودهم التركي وغير التركي بالكيميائي، هذه مهزلة. سوريا ليست مكسر عصا لأحد ولن تكون مكسر عصا لأحد، وإذا ظن أحد لوهلة بسبب حساباته الخاطئة ومعادلاته الخاطئة ورهاناته الخاطئة عرب أو من الدول الأجنبية المجاورة أو البعيدة أننا مكسر عصا أو أننا ضعفاء أو أننا وهن، فهو مخطئ ومشتبه وعليه أن يعيد حساباته. شكرا لكم جميعا. إذن مشاهدينا، كانت هذه وقائع الجلسة التي صدر عنها بيان وتلاه السيد وزير الإعلام بعد خروجه من اجتماع الطارئ الذي عقدته الحكومة السورية. بيان حكومة الجمهورية العربية السورية كتلخيص سريع له، بدأ بأنه ارتكب العدو الإسرائيلي فجر الأحد 5/5/2013 عدوانا سافرا ضد سوريا مستخدما صواريخ لقصف منشآت عسكرية، في خرق واضح لقوانين المجتمع الدولي وفي خرق أيضا للالتزامات ذات الصلة. ويؤكد أو تؤكد الجمهورية العربية السورية بأن العدوان يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات ويكشف بدون شك حجم الارتباط بين مكونات الحرب الإرهابية التكفيرية الصهيونية. أكدت سوريا منذ وقت طويل الترابط بين الفكر التكفيري والصهيونية والإرهاب وجبهة النصرة، وقدمت الكثير الكثير من الأدلة والوقائع، ويضاف إليها هذا العدوان الذي جاء في وقت تحقق فيه قواتنا إنجازات متتالية في مكافحة الإرهاب القادم من مختلف العالم وممولا من كيانات الذل. برهنت إسرائيل ارتباطها بالجماعات التكفيرية، وعلى المجتمع الدولي الانتباه لخطورة هذا الارتباط. ونحن شعبا ودولة، سوريا شعبا ودولة لن تقبل بالهوان. وسوريا بعد العديد من مجموعة الأسئلة تحدث السيد الوزير بأن سوريا من يظن بأنها ضعفت فهو مخطئ وواهم، وسوريا لن تكون يوما ولن تكون مكسر عصا. طبعا الحكومة تؤكد على أهمية مواصلة الجيش محاربة إسرائيل في الداخل والخارج، ومن واجبنا وحقنا حماية الوطن والشعب من أي اعتداء داخلي وخارجي. سوريا لا تقبل الهوان ولا تقبل المس بسيادتها. وبعد بعض الأسئلة من الصحفيين الذين كانوا موجودين وطرحوا بضع الأسئلة بعد إتلاء البيان، تحدث السيد الوزير
بأنه لم نكن يوما نادمين أو آسفين على خياراتنا في دعم المقاومة، لن نتخلى يوما عن خيار المقاومة أو لن نتخلى عمن يدعم أيضا خيار المقاومة. وتحدث أيضا بأنه عناصر القاعدة من الخارج الممولين والمدربين وهم من عديد من الجنسيات والقادمين من الكثير من الدول أصبحوا بشكل واضح ومكشوف معروفين، لم يعد هناك أي سر، كل ما يحدث لم يعد سرا، لم يعد شيء هناك تحت الطاولة. الأمريكي وضح نفسه ووضح أيضا خياره باعترافه بالدعم بالأسلحة، لكن على قوله هي أسلحة غير فتاكة. وزير الإعلام اعتبر بأنه مصطلح الأسلحة غير الفتاكة ومبدأ الدعم بأسلحة غير فتاكة اعتبره السيد الوزير وكأنه مهزلة، بأن يقال بأنه أمريكا تدعم بأسلحة غير فتاكة مجرد أسلحة التنصت والتجسس التي تكشف بعض المواقع العسكرية، ومن ثم تقوم إسرائيل بقصف هذه المواقع هو بحد ذاته اعتداء، لذلك لا يمكن أن تكون هناك أسلحة غير فتاكة. أخيرا قال السيد الوزير، أعود وأذكر بأنه قال سوريا لن تكون ولم تكن يوما مكسر عصا، وسوريا ليست ضعيفة، نحن لسنا بضعف، ومن يعتقد بهذا الموضوع هو مخطئ وواهم. مشاهدينا، كانت هذه أبرز الأفكار التي جاءت في بيان حكومة الجمهورية العربية السورية بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته الحكومة السورية أو جلسة مجلس الوزراء الطارئة بتاريخ اليوم لدراسة موضوع العدوان الإسرائيلي الجبان على سوريا في تاريخ الخامس من الشهر الخامس من هذا العام. مشاهدينا، كنا معكم في بث مباشر لنقل وقائع هذا الاجتماع والبيان الذي صدر عن الحكومة.